في خبر مهم جدا، لان احنا بننتظره من فتره. احنا بنتكلم دايما على الزراعه العضويه وقانونها، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قانون الزراعه العضويه، لكن تنفيذ هذا القانون كيف يتم تطبيقه ده مهم جدا. السيد القصير يصدر اللائحه التنفيذيه لقانون الزراعه العضويه. أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق. وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية. وأكد وزير الزراعة على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي. أنا معايا مداخلة من الدكتورة ميسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية. برحب بحضرتك يا دكتورة ميسة. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير وصحة وسلام. كان ليا الشرف حضرتك كنت موجودة معايا من فترة في قناة مصر الزراعية، كان في حوار بنتكلم عن الزراعة العضوية ومستقبلها وقانون الزراعة العضوية ودور المعمل في المعمل المركزي في الزراعة العضوية، وكنا في انتظار اللائحة التنفيذية. يا ريت حضرتك تقولي لي أهم ملامح اللائحة التنفيذية. حضرتك اهم ملامح اللائحه التنفيذيه زي اي لائحه تنفيذيه لاي قانون، بتعتبر هي بتشرح بعض مواد في القانون، لان القانون بيقول المواد بتاعته، بيقول بيشير للتفسير للائحه التنفيذيه. أيوه. فاللائحه التنفيذيه دي حضرتك عباره عن 7 ابواب، ال7 ابواب دول متضمنين كل المحاور الخاصه بالزراعه العضويه، سواء كان بالنسبه للاشاره الى وجوب التزام كل العاملين بالنطاق العضوي بانواع النباتي والحيواني والداجيني والسمكي بالمعايير والمواصفات والقوائم الوارده بالمرفق رقم 1. أيوة. في يعني اللائحه دي فيها مرفق، المرفق ده تم شرح فيه كل المواصفات والمعايير الخاصه بكل نقطه بمحاور الزراعه، سواء كانت انتاج نباتي او حيواني او داجيني او سمكي. فدي بتلزم كل العاملين ان هم يلتزموا بهذا المعيار. بيلتزم برضه المخاطبين بكل محاور المكافحه الحيويه في داخل نطاق الزراعه العضويه. طبعا في مرفق ثالث، المرفق ده خاص بهيئه سلامه الغذاء، اللي هو الخاص بالاعداد والتداول للمنتجات الغذائيه العضويه والضوابط والمعايير الوارده الخاصه بيها. بيشتمل برضه بالنسبه للائحه التنفيذيه ان هي بتقول ان احنا المفروض كل ما هو بيعمل في الزراعه العضويه يجب ان هو يعمل يسجل في الجهه المنوط بها التسجيل، بمعنى ان هي المدخلات الزراعه العضويه، جهات المطابقة، المزارع، كل دوت هيتسجل في الإدارة العامة للزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة. إنما طبعا حاجة زي المنتجات الزراعية اللي هي تعتبر غذاء هتتسجل في هيئة سلامة الغذاء. تمام؟ تمام مع حضرتك. أنا بسمع وسعيد جدا. فبالتالي حضرتك إن إحنا الحاجات دي كلها لما هتتسجل عندنا هنبدأ هيبقى في نوع من أنواع إعداد قاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي هتوضح لينا في مصر احنا عندنا قد ايه مساحات عضوية مزروعة بشكل حقيقي، بتقول لنا ايه هي الدول المستوردة او الدول اللي احنا بنصدر لها زراعة المنتجات العضوية او المدخلات بتاعت الزراعة العضوية، سواء كانت بذرة او اسمدة او بايوسايدز اللي هي المبيدات الحيوية. كل هذه الحاجات هتبقى موجودة في قاعدة البيانات، بالاضافه ان احنا هنعرف مشاكل المزارع العضويه، فبالتالي هنوجه البحث العلمي الخاص الموجود عندنا في المعمل لحل هذه المشاكل الخاصه بالزراعه العضويه. حضرتك ذكرتي 3 مصطلحات، المركبات العضويه، المنتجات العضويه، المبيدات الحيويه. عايز اعرف كل واحد فيهم يعني ايه. المركبات العضويه يعني ايه؟ يعني المركبات العضويه اي ماده عضويه، بمعنى مثلا سي مثلا احنا بنقول مثلا بايو فورتلايزر، ده يعتبر مركب عضوي. يعني ايه مركب عضوي؟ يعني كائنات حيه دقيقه، الكائنات الحيه الدقيقه دي بندخلها كمخصب حيوي في التربه، هو اساسا موجود، ربنا خلقه طبيعي في التربه، فبالتالي انا بخليه يزود لي مثلا يعمل لي زي تثبيت النيتروجين زي بكتيريا الريزوبيا مثلا. تمام.
او مثلا الرايزوبكتيريا، الرايزوبكتيريا بصفه عامه اللي هي بتعمل لي احياء وزياده في نمو الجذور بالنسبه للمجموع الجذري. تمام. دي كلها حاجات بنعملها عشان تزود، او البكتيريا المؤثره للفوسفور او البوتاسيوم دي موجوده في التربه بنعزلها وبنزود في عددها في التربه بحيث ان انا اقلل من استخدام المبيدات او الحاجات الغير. حضراتكم عندكم في انتاج في مركز البحوث لهذه المركبات اساسا؟ احنا عندنا اصلا في وحده الزراعه العضويه عندنا وحده خاصه بانتاج كل المدخلات الخاصه بالزراعه العضويه، ومنها المركبات العضويه. ومنها المركبات العضويه. مين اللي كان بيمنحها التسجيل قبل كده؟ هي حضرتك احنا الانتاج نفسه يعتبر نتيجه بناء على قرارات وزاريه. ايوه. لان احنا تعتبر جهه علميه، فطبعا احنا مش جهه هادفه للربح او أيوة. هادفه لاي شيء. بنشتغل على البحث العلمي، فمعانا قرار وزاري بننفذ. فما احنا معانا قرارات وزاريه، القرارات الوزاريه دي من شانها ان هي بتقول اختصت الوحده ديت انها تنتج المركبات بناء على البحث العلمي اللي بيتم وبناء على النتائج اللي هي بتتم عندنا، فاحنا بننزلها لارض المزارع او لارض الواقع على اللارج سكيل او على المساحات الكبيره لكل طبعا لكل فلاح او كل منتج بيحتاجها. تمام. المنتجات العضويه بقى انا حسب علمي ان هي اللي ما بيستخدمش فيها اسمده ازوتيه ولا فيها تعريف اخر؟ لا حضرتك المنتج العضوي اللي هو بيتبع كل المعايير الخاصه بالزراعه العضويه، بمعنى ان هو ما بيستخدمش اي نوع من انواع المبيدات المخلقه اللي هي الكيميائيه، ما بيستخدمش اي نوع من انواع النيتروجين سريع الذوبان في شكل معدني. يعني مثلا استخدام اليوريا او استخدام سلفات النشادر او استخدام النطرات، كل ده ما بيتمش استخدامه في الزراعه العضويه. يعني اليوريا والنطرات، اليوريا والنطرات ثبت علميا ان هي مضره بصحه الانسان؟ حضرتك ان هي ثبت ان هي المنتجات اللي بتنتج من التسميد المعدني بتكون نسبه النطرات فيها اعلى مقارنه بالمنتجات اللي هي العضوية. بتستخدم فيها مخلفات عضويه زي الكومبوست وسبله الدواجن والى اخره. طيب اخر يعني مصطلح قلت لي المبيدات الحيويه. المبيدات الحيويه دي حضرتك فيها كائنات حيه دقيقه، دي من صنع ربنا، فاحنا هذا الكائن كان موجود بصوره طبيعيه، نتيجه استخدام المبيد الكيميائي عمل نوع من كسر في الحلقه فقلل لي في الكائنات الحيه الدقيقه اللي هي بتقاوم لي امراض الجذور وتقاوم لي البياض الامراض المجموع الخضري زي البياض الدقيق والبياض الزغب الى اخره. فاحنا احنا منعنا استخدام المبيدات في المجال بتاعنا. صح. وبدانا نعزل هذه الكائنات ونكتر منها بحيث انها نرجع تاني التوازن الطبيعي اللي ربنا خلقه اللي هو الموجود في البيئه بشكل طبيعي. دي غير المفترسات. لا دي غير المفترسات، المفترسات دي حضرتك بتبقى كائنات مرئيه ممكن ان انت تشوفها بالعين المجرده زي مثلا مفترس مثلا اسد المن. أيوة. او ابو العيد، دي كائنات مفترسه كان كائن بياكل كائن اللي هو الكائن ده المفيد ده اللي هو المفترس. أيوة. بيفترس اللي هو الحشره الممرضه. صح. ده المفترس حضرتك. انا اتمنى انك تكوني بتنوريني في البرنامج قريب علشان إن شاء الله نناقش اكتر. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ميسة لطفي مدير المعمل المركزي.